الاسم ديالي زكريا أزرون، لاعب في النهضة الأكاديرية لذوي الحاجات الخاصة. أنا واحد المواطن مغربي كسائر المواطنين المغاربة. أنا والأحاديث وقعت لي من العمر ديالي 5 سنين، ديك الساعات كنت يلا في العطلة ديال البيت الأول. بحكم أنا درت بزاف ديال العمليات وكان عندي ميكروب في العظام ودرت حاليا وصلت 9 ديال العمليات، ولكن الحمد لله ما شاء الله قدر فعل. دابا كندير واحد لاباري باش كنتمشى. ايوا صافي، من تما تعرفت على واحد الصديق ديالي هو اللي وراني هذه الجمعيه هذه، قال لي راه كاينه واحد الجمعيه كدير كره القدم. بحكم انني كنت اللي كندير الباسكيت وصلت معها ال10 سنين، ولكن يعني كتشوف يعني التسيير هو اللي خلاني انني نخرج من ديك الجمعيه وجيت لهذه الجمعيه هذه، لان لقيت الجمعيه هذه عائله من الباسكت لكره القدم. ودوزنا استاجد المنتخب ودوزنا كنا نمشيو لرواندا. فعلا كاين عندنا الحمد لله من 14 سنه حتى تقريبا 28 سنه اكبر فرد فينا، تقريبا 28 سنه 30 سنه حقا. كما كتقول يعني حنا عندنا الناس حاصلين على الاجازات، حاصلين على الدكتوراه، يعني كاينين انا من عاود لهم قلت انا 2 دبلومات في الكتريسيتي دانستالاسيون الكتروميناجير وكل شيء الكلاسمون. لا السباحه الصديق ديالي الاخر، انا كندير الباسكت لا. وكما كتشوف معنا الاخت لطيفه العنصر النسوي، عندنا 2 عناصر نسويه كنشكروهم وعلى التحدي ديالهم اللي داروا الاعاقه ديالهم حتى هي، وحنا هذا حافز ماشي اعاقه، لان الحمد لله وصلنا شي حوايج بهذا الحج بهذه القضيه بهذه الاعاقه اللي عندنا ما كناش نوصلوا كون كنا صحاح. انا كنلعب الميليو رقم 10 الوسط، يعني الحمد لله ما كاينهاش الكره اللعب الحمد لله. فريق النسوي يعني كندخلوا مع الدراري كنلعبوا معاهم يعني بشكل عادي، يعني بحالنا بحالهم، وان شاء الله يكون لما لا يكون فريق نسوي من المستقبل. وقعت لي الحادثه في الشهر 7، وقعت لي بالاكسيدون الطوموبيل ديالو 7 اللي داز 2021، يعني مازال ما كملتش عام تلحقت لهاد الجمعيه. باش اختاريت تختاري كرة القدم؟ صراحة كانت البعيد على الكل على الفكرة، أنا تلاقيت مع اللنزة التركزي اللي صراحة دوات لي على الفريق ودوات لي على سميتو ما بطوري الأطراف اللي ما عرفتش كاع واش كاين في المغرب، التحقت ليهم وصراحة عجبني الحال، ومن ضمني يعني من الفريق النسوي يعني عجبني الحال بزاف. لعب كرة صراحة مازال ما عرفتش البوست ديالي، ولكن ضروري والله بالعكس تدعم نفسي بهذاك من غير كرة لا كيعتبر ما عندهم صوابق لا بالعكس داروني بحال اختهم، كيوروني كيفاش نتعامل بالكرة، كيوروني يعني لقيت فيهم يعني رجعوني بحال اختهم يعني في وسط الملعب. شكرا. صراحه حنا في اطار الاستعدادات يعني والعمل داخل رقعه الميدان تنقوم بالعمل عادي يعني كجميع الفرق السليمه، يعني ماشي تنعتبر بان هذه الفئه مبطور الاطراف يعني فئه ناقصه، لا انا تنخدم معاهم كبحال اللي تنخدم مع الفريق الاخر، يعني عندي فريق الفوتسال الفئات الصغرى تنخدم بطريقه عاديه، وصراحة راه هاد الفئة تتشتغل باحترافية وبمهنية رياضية عالية، يعني لا في الاستعداد البدني، كان عندي معايا السي سعيد باكسيس الشق البدني تيشتغل معاهم بطريقة عادية، يعني صراحة مع الخطرة تنخدموا بدرجة عالية في الإعداد وفي ظروف قاسية باش يوصلوا لمستوى عالي، وهما راه تبارك الله عليهم مسيرين هذا العمل وما تعتبرش رؤوسهم ابدا بانهم راه ناقصين، لا على العكس هما كباقي اللاعبين.